ما حفظت طلباتهم؟ ابوي هلا ابنك حفظت، الله يهداك روح. هذا دائما يورطنا بعزايم ربعه، كل واحد فيهم له طلب مختلف، بس مين هو؟ هالمره ما راح اتورط. هذاك المحضل يعقبه دائما صدور الدجاج. اما ذاك التست عشق الاقنحه. مربيحهم ذاك الملقوف ما مشكله، بنعطيه افخاذ الدجاج. اي هذه مقصوده انت وامك، متفاهمين علي انا؟ ما حد شاورني ايش انا باغي وايش باغي اكل؟ انت تحب كل شيء فحطينا لك كل شيء. ابي بسم الله. يبي لك رك تو شاربين بالبيت مع البيت ما يرد الراس محلي باوس واحد كرك صغير يجي يجي لا ما يشرب جاي كرك مجمال تيجي كربان مجمال تيجي كربان جاي كرك جاي كرك هذا الكرك بيرد الراس شوفه. أنا كون ذا منهم؟ لا مستحيل راجو ثقة أعرفه. شلو الثقة. وين ودي؟ إذا ما يشرب جاي كرك دماغ مالن تيجي كربان دماغ مالن تيجي كربان جاي كرك. بعض الناس يا أخي تستغرب منهم تمشي حرمة أنا في البيت. شديد كلمتي ما تنزل الأرض لو حرمتي أقولها لا تتنفسي ما تتنفس مثل العجينة حرمتي في ديننا مثل العجينة هلا أبا أعرف هين أنت الحين يا الهايت الأمور طيبة عادي أسألك هين أنت الحين والوعيال ليش ما مغسلينها تمام بس لا تتأخري باي ما عليك خليني أشوف انزين هين كنا واصلين ايوه حرمتي مثل العجينه انا في ديني واضح من العجينه خلاص لا تصيح انت ما اول واحد حبيبي تبي ترجع هيبتك وتسيطر على بيتك الحل موجود والله عطر هيبه فشتين منه وتصير هيبه يلا اتصل في حرمتك ووريه الهيبة هلا شب غسل الوعيان ونزل الوزر من الغدان وطبخي لنا شيء من الطعران ويكفيش السميع الرحمن كفو صح ان عطر هيبة يخلي الناس هيبة